Alors bon, voilà, je suis à Saïf. Salam alaikum, wa tabarakallah alaikum, kayf el hal. تحية الأحباب، تحية الأصحاب في كل مكان، تحياتي أخوتي الأعزاز، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، قرب من المرسى هناك مطاعم عديدة ودكاكين، وهذا مطعم اللوكوس كما ترون. هذه الطريق السكالير رانا سدينها، سدينها باش الفلايك ما يهزوش عباد الله، إن مازال ممنوع الفلوكة أنها تدي الناس للشاطئ رأس الرمل. وهذا هدوء الله، هدوء تام ينعم به البحر. بعد أخوتي عمري ما حضرت على البحر هذا بهذا الشكل، هذا شيء لا يتصور، وكأنك في بركة. سبحان ربي العظيم. واد لوكوس هاي المرسى كما كتشوفوا، لا طير يطير ولا وحش يسير. الفلايك والمطر لوكوس، شركة لوكوس. ميناء الجديد يطلع فوق، هدوء تام في الوادي. كذلك السيد ابن الصبورة، الأحجار هذه كما كتشوفوا صعبة، برش الأطفال يمروا منها أو الصبيان يقدروا يطيحوا. علاش ما تكونش هنا طريق مساوية واش صعبت عليكم؟ ما شاء الله على رافع قداش، شوف شوف سميتها امتياز. وهذه الحفارة اللي سميتها الداخلة، حرية الطيور. راه الاخرين فيهم مقلزين، نظرة تأمل البحر الهادئ جدا. أبلا يا صايمة مع راسها،
حتى الصيف ان شاء الله عاد تفطر. غروب الشمس، غروب جميل، غروب رائع. سنشهد ان شاء الله خروج هذا المركب الاخضر الجميل. سير على بركة الله، سير سير، الله يجيب سمينة الحبيب. سير على بركة الله. الله أكبر. الله يجيب سمينة. لا خوف عليك، فالبحر هادئ جدا. هذا هو مطعم جواد معروف، هذا شارع الزلاقة اللي الله كان بدو على اليمين، كان جبرو شوية شوية الأولى وشوية الثانية. هنا حتى هنا كاين شوية، كاين مطعم، المدخل ديال الميناء. هذا الداخل ديال الميناء، الميناء القديم هو اللي حنا فيه دابا، وهذاك الميناء الجديد راه اللي في الافق. ان المراكب كتستعد للخروج. دوبيا الشهوي العرقي، السوق بيع السمك. مرحبا بكم في الميناء الجديد. اللهم بارك يا رب. هذا مركب سميتو الحمد لله. الدراري كيتسابقوا على الثلج، كياخذوا الثلج من الارض. شفت كيفاش كيطلعوا الشبكه؟ شوف كيفاش كيطلعوا الشبكه في الموتور. العجلات مودي فين ست، كيدافعوا على المركب باش ما يتجردش مع الحيط مع الجدار. هذه الطريقه باش كيشدوه مع الحديدة باش ما يفلتش. هذه حويني تا هذيك السوسيت، راه السوسيت تما تا في المرسى. ايوا هذا ماكينة الجواد، تخليكم مع غروب الشمس على المتحف الأثري أو المعهد الموسيقي. ما شاء الله منظر جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساوش يا الإخوان التعليقات، الله يجزكم بخير. ما تنسوش اللايك وبارطاج. الله يحفظكم.